السلام عليكم اخوتي. حنا انا جيت انا والراجل وجينا كندوزو عن الطبيب، قالوا لينا خاص، قالوا لينا راه فيه الكلاوي ولا ما عرفت. عاود درت لي التحاليل وما عدناش، حطيت لاكارت، حطيت لاكارت وحطيت 3000 ريال ودرت لي التحاليل ب 9000. وقالت لي الطبيبه، قالت لي تحدي معايا، قالت لي تحدي معايا امتى تجيبي لي الفلوس. قلت لها نهار اثنين وانا ما عنديش، ودرت تعيت ودرت تعيت وغامت على الفلوس وديت لها غير 100 درهم، وقالت لي باقا كنسالك 5200. ودابا جينا للطبيب ما تسوقوناش، دخلنا للطبيب وبداو كيجراو علينا 4 ايام وحنا في الزنقه، 4 ايام وحنا كنطلاوط وما عندنا لا فاميلا لا والو، عد من باتو ولا عد من نبركو، والراجل كيتحرك ومغطي بالمانطا وبارك حدا لابيلانس في الطريق في الزنقه، وما كاينش اللي كيتسوق. انا كنمشي عند الفرمليات كيجريو عليا، كنمشي عند العساسه ما كيدخلونيش، كنمشي عند ملي كيجي الطبيب الكبير كيتسوقني شويه، ملي كيعرفني ما في حاليش ما كيعطينيش الوقت. ودابا الراجل الصحه قلت، وانا اللي كنطلب منكم ما عدناش باش نكونوا، ولكن اللي كنطلب منكم وهي تعاونوا مع هذا الراجل على الصحه ديالو. ورحنا اللي درنا ديك، ملي جاو دوك الناس دار من الله اللي توقفوا علينا وصورونا ودرنا داك الفيديو، رحنا اللي بنا داير المانطا وبدا كيبكي وهو فنان، بنات جديده ولاد جديده كاع يعرفوه، ما فيه تبلية والو، راجل دروش، راجل طيب، راجل معقول وكتب عليه الله هذه الظروف. ومن اللي جاب داك يتحرك، واحد يقول لي عندك الكلاوي، واحد يقول لي سير الميريزك، واحد يقول لي خاصك تمشي لفرنسا، وهو ما في حالوش ولا لا خوت لا حباب لا والو، لا مين يطلع ليه. ملي كنسولهم كيلاوطوني سيري الدوسي تيكون داكشي في الدوسي، تجي الطبيبه تجي الطبيب. درك تلاقيت مع السبت والحد حتى الاثنين وغيبداو يلاوطوا فيا، الدخول ما كيدخلونيش، كنطلب هذا كنطلب هذا، السبيطار كله كنجري مع الدروج، واللي عنده الفلوس كيدخل واللي عنده الفلوس كيدخل، كيدخل بالسانسور. وملي كيعرفوا بنادم درويش ما كيتسوقوش، وكاين الرشوه وكاين الفلوس بزاف. عندنا عندني جوج بنيات كيقراو وما عنديش باش نكون لا معاهم ولا مع هذا الراجل، غير كنتلطف مع الوجوه وصافي. كنطلبوا الا كاين شي محسنين يتعاونوا معايا، راه ما عنديش باش نكون مع هذا الراجل هذا غير على صحته، وهذا هو اللي كاين.